زياد القيسي، عمري 43 سنة، عندي أسواق السلام الخضار والفواكه. رسالة لوالدتي ولوالدي اللي هم يدعموني، وبوجه رسالة لأخوي محمود أبو سنينة اللي كان الداعم الأكبر في السوق المركزي، طبعاً هو معانا موجود، كان داعم كبير في أنه يوفر لي البضاعة، وبوجه رسالة لرب العالمين اللي وفقني في هالصناعة. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد زياد القيسي. بداية من سعد مساك. سعد مساك. كلك سأل في البداية أستاذ زياد، طبعا حضرتك صاحب أسواق السلام للخضار والفواكه وبالتحديد في عمان، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا زياد القيسي، عمري 43 سنة، عندي أسواق السلام الخضار والفواكه، ابتديت هاي المهنة من 5 سنين، كانت بدايتها الأصدقاء أنه افتح محل خضار، وبلشنا الحمد لله رب العالمين، وأمورنا الحمد لله ماشية، ونتمنى إن شاء الله تكون دائماً ماشي وأمورنا تمام إن شاء الله بالتوفيق. بس تعرفنا بالتفصيل شو هي الخدمات والأصناف اللي أنت عم بتوفرها هون عندك للزبائن؟ هسا بالنسبة للخدمات جميع الخضروات جميع الفواكه، طبعاً بالنسبة للخضرة يكون عندنا اسمين، في اسم اللي هو نخب بالدرجة الأولى، في عندك اسم يعني نخب ثاني، وبصراحة بالنسبة للفواكه نفس الشيء، يعني اسم كثير كويس ممتاز، والاسم الثاني يكون درجة ثانية، يعني مش الكل بيجي بأخذ الاسم النخب الأول، مش الكل بأخذ النخب الثاني، كل زبون عنده طاقة اللي يأخذ ديال الاسم الأولاني أما الاسم الثاني. نعم، بس شو اللي عم بيميزك عن الأسواق الثانية أو محلات الثانية؟ بصراحة اللي بيميزني من فضل الله اللي هي الأسعار اللي إحنا بنعرضها على المواطن. نعم فحاطين سعرين، بالنسبة للاسم الأول سعر طبعا أقل من المحلات، وبالنسبة كمان للاسم الثاني نفس الشيء أقل من المحلات. نعم، حتى يعني بالنسبة لل اللي بيكونوا مبسطين في الشوارع ما بيجيبوا اللي هو الأسعار تبعوني من فضل الله. نعم، بس تحكي لي شوي أنت كتاجر عن مشكلة ارتفاع الأسعار اللي عم بتواجهها حاليا. شوف يعني بالنسبة لارتفاع الأسعار أكثر إشي بيأثر علينا إحنا، لأنه المواطن بفكرنا أنه إحنا اللي بنرفع السعر، إحنا اللي بنرفع السعر بنواجه أصلا مع المواطنين كثير ضغطات من المواطن. طب أنا ما برفع السعر، والأول والآخر اللي بيرفع السعر المزارع، حتى التجار في السوق المركزي ما بيرفع السعر، لأنه المزارع اللي بده إياه بمشي بيع أو ما تبيع، فما بنقدر إنه نتماشى إحنا مع المزارع. إحنا تواصلنا مع مين؟ مع التجار في السوق المركزي، مش تواصلنا مع المزارع، أو مش مسموح لنا أصلاً نشتري من المزارع.
شفناه، بس تحكي لي شوي عن أهم المشكلات اللي أنت عم بتواجهها أو واجهتها خصوصا في ظل جائحة كورونا. بصراحة في ظل جائحة كورونا أول شيء اللي هي الحركة في السيارات، يعني كانت أول إشي مش مسموحة. طب إحنا كيف نجيب نخدم الشعب؟ ما في مجال الدخل على السوق المركزي، ما كان في مجال اللي تدخل. طيب الشراء، طب انت مسموح الشراء عندنا الساعة 8 الصبح انه نشتري. طب اوكي انت بدك تفتح من 10 للستة، يعني انت بدنا نبلش شراء الساعة 8، الساعة 12 لتخلصوا تحميل، الساعة 1 بدك تجيب بضاعتك، لما بدك تفردها الساعة 2:30 3 ايش اشتغلت انا؟ ساعتين كمان. كان الناس يعني بدك انت تنظم الدور، الناس يعني يجي الدقة فينا، احنا دايما الدقة فينا احنا. طب احنا مخولين انه ما تدخل الا 2 3 4، هيك الامور كانت. ما كنا نمشي حالنا. يوم الجمعة اللي هو كانت عطلة، طب اوكي يوم الجمعة انا لازم اجي انظف المحل، ممنوع. طب ليش ممنوع؟ طب اسمحوا لنا احنا بعد معاناة طويلة لما سمحوا لنا انه نطلع احنا ننظف نعمل نقيم نحط. طب اوكي كان سمحوا لنا احنا محلات الخضرة او المواد الغذائية بالذات انه نفتح بدري ابكر او بلاش نيجي نتجه لمحلاتنا صباحا، نفتح الصبح نشتري خضرتنا الصبح، ما بنقدر ما كانت. ننتقل الى الجانب الوطني، لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ الله يعطيك الصحة ويعطيك العافية، تظل عينك دائما على بلادك وتنشلنا من هالمسؤولين، تنشلنا من المسؤولين اللي صعبوها علينا كثير، بصراحة كثير صعبوها علينا. لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ طبعا أوجه رسالة إليك وللشباب الموجودين معنا. شكرا. وجه رسالة لوالدتي ولوالدي اللي هم يدعموني، وبوجه رسالة لأخوي محمود أبو سنينة اللي كان الداعم الأكبر في السوق المركزي، طبعا هو معانا موجود كان داعم كبير في أنه يوفر لي البضاعة، وبوجه رسالة لرب العالمين اللي وفقني في هالصناعة. نعم. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع أسواق السلام؟ تحكي لي أكثر وين موقعكم وطرق التواصل معكم؟ الموقع تبعنا إحنا المنطقة تبعتنا أبو علندا المستندة بجانب عيسى الإسكافي، مطاحن عيسى الإسكافي. التواصل طبعا في إشي عن طريق التلفون، عن طريق الواتساب. نعم. وفي إشي عن طريق العروض. نعم. وإحنا الحمد لله كل يوم عروض، مش يوم ولا يومين، إحنا يومياً عروض. نعم. شكرا لك. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر السيد زياد القيس على حسن استضافته لنا وعلى أمل اللقاء بكم مجددا، نور شاشتنا، يسعد مساك وشكرا لك. شكرا.